اللي انتوا شايفينه ده وكل اللي احنا بنتكلم فيه وهنتكلم فيه خلال الفترة القادمة دي خطوة على طريق. احنا كنا اتكلمنا على ان احنا هنصل الى تربية 1,000,000 رأس ماشي. ده هيكون الاساس اللي احنا شغالين عليه لصالح الانتاج الحيواني وانتاج الالبان ومشتملات الموضوع. وصدقت القيادة السياسية وعدها وتسارعت خطى الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وصناعاتها التكميلية. هكذا صار أمل الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني نموذجاً قابلاً للتطبيق، فكان الانطلاق نحو آفاق جديدة تحقق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الإنتاجية المصرية، ومنها الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إحدى القلاع الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. واليوم يجني المصريون ثمار جهود الدولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع 1,000,000 رأس ماشية تسمين وحلاب. تم تقسيم العمل في هذا المشروع إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى بطاقة 200,000 رأس، ومراعاة للبعد البيئي والوقائي تم إنشاء هذه المجمعات في الظهير الصحراوي لعدة محافظات منها البحيرة والإسماعيلية والسويس والفيوم والمنوفية. وفي ذات الإطار جاري زراعة 25,000 فدان كمرحلة أولى لتوفير العلائق الجافة لصالح المشروع، وذلك وفق أنظمة آلية لتغذية رؤوس الماشية بنظام العلائق المتكاملة توفيرا للوقت والتكلفة. مزارع نموذجية صممت بأرقى المعايير الدولية بطاقة 200,000 رأس ماشية من أجود السلالات العالمية في مجال إنتاج اللحوم والألبان. يتم استيراد رؤوس الماشية من مصادر متعددة للوصول إلى أفضل الأسعار، ويتم الحجر عليها في بلد المنشأ لمدة 21 يوم. عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية يتم إجراءات الحجر البيطري عليها لمدة 40 يوم، يتم خلالها إجراء جميع التحصينات السيادية ضد الأمراض الوبائية والمعدية. وإحنا بنفتتح المزارع دي بيتعامل مجازر على أحدث مستوى. إلى المجزر الآلي المتكامل بمنطقة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والمقام على مساحة 54,000 متر مربع بطاقة إنتاجية يومية بلغت 320 رأس ماشية. باكورة المجازر الآلية المتكاملة الهادفة لتحسين جودة المنتج النهائي للحوم الحمراء ومصنعاتها على مستوى الدولة. بيئة مثالية تحقق السلامة الغذائية في كافة مراحل الذبح والتشفية والتعبئة والتصنيع وفقاً لأرقى المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وبأسعار تنافسية مع إمكانية تصدير الفائض للخارج. المجزر اللي أنا واقف فيه ده يعتبر أحدث تقنية لنظم الحديثة لعمليات الذبيح على مستوى مصر. احنا عندنا في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة بروتوكولات تعاون ما بيننا وما بين المجمع وما بيننا وبين الشركة الوطنية، والحقيقة ده بيسمح لنا من العام القادم بمشيئة الله ان طلبة سنة رابعة وسنة خامسة هيتدربوا بمشيئة الله في هذا المجمع. كل ما نستنسخ هذه المشروعات على بقاع كثيرة من أرض مصر، كل ما ده بيدي فرص ان يوفر الغذاء الآمن بسعر كويس، بقلل اللوجستيات عشان التنقل ما يكلفش كتير فما يتحملش على المنتج، وبالتالي أعمل وفرة في الماليات للمواطن المصري. كما يضم المجزر مصنعا آليا لإنتاج اللحوم المعلبة بطاقة 4,000,000 عبوة سنويا، مما ساهم في تقليل أسعار اللحوم ومنتجاتها في السوق المحلي. منظومة إنتاجية تحقق السلامة الغذائية وفق خطوات إجرائية علمية يتجلى فيها دور المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمجمع الفيوم، والذي يضم 10 معامل تخصصية مزودة بأحدث الأجهزة المعملية والتقنيات الحديثة. تم تدعيم هذا المركز بأحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة في مختلف المجالات العلمية، وأهمها البيولوجيا الجزيئية وأبحاث الجينوم وأبحاث المناعة وأبحاث الغذاء والمياه، وأيضاً الأبحاث البكتيرية والفيروسية، وهذا يتم طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء. إلى جانب وحدتين لتحضير وتعقيم البيئات
وأخرى للتخزين المبرد للعينات. بيتم ذلك من خلال أحدث الأجهزة المتوفرة هنا عندنا في المعمل، بنقدر إن احنا نشخص الأمراض علشان نضمن سلامة الغذاء اللي هيوصل للمواطن. ومن أهم الأجهزة الموجودة جهاز قطع العينات المجمدة، والجهاز ده مخصص إن هو بيعقم العينة وبيجهزها وبيقطعها وبتكون جاهزة بعديه مباشرة للفحص المباشر ومعرفة النوع المسبب للمرض. بما يحقق للمنتجات معامل الأمان الحيوي للثروة الحيوانية في مصر، ويثري منظومة البحث العلمي على كافة المستويات البحثية. من خلال معمل البيولوجيا بقدر ان انا احدد التتابع الجيني للجينات المختلفة علشان اعرف اذا كان في طفرات موجودة في الجين ولا لا، بقدر ان انا برضو استخلص الاحماض النووية اقيس تركيزها، وبالتالي ان انا اقدر لو في فيروس معين احدد كميته كميا ونوعيا. صرح علمي يضم مزرعة بحثية لاجراء الابحاث اللازمة على المحاصيل العلفية والعمل على تنميتها لسد الفجوة الغذائية من الاعلاف وتقليل استيرادها من الخارج. عملت إدارة المجمع على استنباط أنواع جديدة من الخارج زي بنسيتم، وفي المورينجا، وفي علف الفيل، وفي البولونيا، بحيث أن الأنواع دي تبقى تدخل في ضمن الأعلاف اللي تتغذى عليها الحيوانات. هكذا تمضي الدولة قدما لتحقيق أكبر ثورة غذائية في تاريخها المعاصر، وذلك عبر إجراءات عملية لتوفير غذاء صحي آمن من البروتين الحيواني. احنا امام مشروع عملاق بيخدم جزئيتين اهميتين جدا جدا جدا. الجزئيه الاولانيه اللي هي الاقتصاد الخاص بالبلاد، والجزئيه الثانيه قضيه الامن الغذائي في مصر. هذا المشروع بيجمع ما بين العلم والبحث العلمي والتطبيق. مشروع في منتهى الصعوبه اتعمل، قائم امامي، شغال، فعال، بيطلع منتج مش مجرد حلم. وهكذا يتواصل العمل لاستكمال مراحل استراتيجية مصر التنموية 2030، ويجني المصريون ثمار إنجازاتهم المتعاقبة متوجة بالمرحلة الأولى لمشروع المليون رأس ماشية. وما زال هناك الكثير لشعب عظيم وأمة أبية تستحق منا الأفضل دائماً. خطوات تنموية متلاحقة تسابق الزمن، تمثل خطوة على طريق الأمل.